ملعونة حتى يشوفوا 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 حقنا. مدحونها مامولك قلمدوك أحمد عبدي كاري قرقوري وفدوه قامنيو أيا قاري قلبتها مقالده قال كعيي حارونتا قبل كمدوك وفدقا سعودال كمدحونوه قامنيو ومالمهي وقدن بييدي قانكلا دوان وقلمدوك كاترسان سعودال كمريي أيا وحا مقالده قال كعيو قارهان قرون كاكو بدا عاكتا قيبتا قلمدوك كسروويي قيبها كلا دوان بلوشادا إيا مسوليين مركي هوري ديقان كاسي يوغاسي هوريي قدوميها دقمدا قال كعي حرسي يوسف بره أيا اوغو هورين مدحوينها إيا وفدقا سو كسروويي مقالده قال كعيو قيبتا قلمدوك أنا أفهم لأنني ما أفكر بطولية وهي ورطة على شخص هذا الكرافتي وصوته وكلنا قد ورطة شعوط البياء وقال لي أنا ورطة وكترة كل الجانس باسيد وانت عمرو الله الله فرصته على الأسبوع اللي هي قربت واحد من الغنوة قال لي ورطة على الشخص هذا أنا قلت صوته ويقل لي ورطة صوته وانا رأينا على الله بدونا ما أفكر مقرارة كأنا وما سنتي أحمد عبدي كاري قرقور مدحوينها دولة قبلات كجل مدوك أي أمهد علي بلشدي سودوي سي وحنا وشيغ إن مالمها أو كسوك ناندونو أو كرام اللي يلاندونو قيبها كالدواني بلشدا ولا ليال مولا ليال برون وحان جوغنا مانتي شوشو بح قل مدوك بيه غير تقوين أو من نمدا يقولون شركة iyo guusha galmudug gaartan adiga ka soo qaadateen wax walba guusha galmudug gaamin maysta kala ula wadaa waa maadan tan beer galmudug waa isku tashadeen غير جلوه واعطى الشدين واسكت الشدين وارمقا غيم إله إذن كي وحب يالله وخول أولا غبتاه التحي يهور مركا أوبا أنتانا غير جلوه غبتاه إن شاء الله دمان باهيها أدريم بيسان وزلوهين وامهم وقلوه أيوه أدريم بيسان أمقا غير جلوه غبتاه إياه وانا اسكو فليهين غير جلوه وذن شراء وتشدين ادي كله وحن وترسا وانك عشاننا وانوبا هنا لكن هو غير قلبي ودعنا هاي واتشاني ودقاغني وحن اوسع ما دي ودسك ايهار ومركة دالكي نقول كينا ولا علي المدن يا مروين واسون نريد وحن سكون من السفر واتشي ايه النبضة وحن سكون من السفر اه واحدة وخوك بسانينه وحن نقدم اكو جاري ان شاء الله waa ku soo marnay deegaanka badan oo galmudug ah deegaanka aan nagu dhimayeen waxaan leenahay tarayn hoose waa wada joognaa baryahan waa tashanaynaa ilaa idankii guuleysta saldhiggii iyo waxgalkii iyo halboolihii galmudug waa daadhay waana joognaa halkaan ka dhaqaajinaynaa waxqabadka oo dhan galmudug aan ka ballaarinaynaa insha Allah guuleysta san hoosaan soo wareysanaynaa waana wada joognaa mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinaya waqtiga dheer ee taagnaydeen isu soo baxa iyo soo dhaweynta qiimaha badan ilaahay waxaan ka baryaynaa xanuunka adduunka faraha baan ku hayaa inuusan inuu reer galmudug ay ka baxso madaxweyne qorqoor socdaalkiisa uu ku maraya deegaanka ka tirsan galmudug ayaa salka ku haya u kurgelida xaaladaha bini'aadantinimo ee ka jira deegaanadaasi cabdiqani boos SBC